مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى العالم الليلة. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. نتنياهو يصر على اجتياح رفح والهدف إنهاء مهمة القضاء على بقية مقاتلي حماس. وسط تشكيك الغرب بجدية المنافسة، بوتين يدخل الانتخابات الرئاسية في روسيا بشعار الفترة الصعبة. عيون الأمريكيين قبل الصينيين تتجه إلى مجلس الشيوخ لحسم حظر تيك توك من عدمه، وبكين تتوعد باتخاذ اللازم. طلب قياسي على الصواريخ في أوروبا، والولايات المتحدة تلجأ إلى حليف يبعد عنها آلاف الكيلومترات. وفي الساعة الثانية من العالم الليلة ملفات أخرى أبرزها. في البحر الأحمر بريطانيا تسعى لإدخال تكنولوجيا حربية لإسقاط الصواريخ والمسيرات، والحوثيون يزعمون حصولهم على صواريخ فرد صوتية. أوكرانيا تتلمس خطى روسيا، خطة في كييف من أجل تجنيد المساجين بعد فقدان أكثر من 200 ألف جندي للموت أو الإصابة. وفي خارج الصندوق بعد قليل قراءة في خطاب حسن نصر الله، هل أوقفت صواريخ حزب الله هجوم إسرائيل على لبنان؟ وهل وعوده بتأييد حماس كانت وعودا أم كلمات في الخطابات؟ ولدينا أيضا في أزمة البحر الأحمر اتصالات أمريكية إيرانية، ما هو ثمن التهدئة؟ أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة، معي ليا الاختيار. وأبدأها من إصرار إسرائيل على عملية عسكرية في رفح للقضاء على آخر معاقل حماس هناك. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان هدد باغتيال الرقم 1 و2 و3 في حماس، أي أتحدث هنا عن محمد الضيف، يحيى السنوار ومروان عيسى، بعدما اغتالت إسرائيل الرقم 4 في حماس صالح العروري في العملية الأخيرة في لبنان. الرقم 3 مروان عيسى هو نائب القائد العام لكتائب القسام، وهو المكتب السياسي، عضو المكتب السياسي والعسكري لحركة حماس. ذكرت هنا مشاهدينا تقارير بأنه كان منتميا للأخوان في بداياته لفترة قصيرة، وقالت تقارير أخرى إنه كان منذ نحو 8 سنوات مصابا بالسرطان. إسرائيل استخدمت لاغتياله أسلحة مشتركة ثقيلة وخارقة للتحصينات من أجل التحقق من عدم خروجه حيا من المجمع تحت الأرض الذي كان فيه. بينما تستعدون أنتم والجيش الإسرائيلي لمواصلة القتال، هناك ضغوط دولية لمنعنا من دخول رفح واستكمال المهمة، وبصفتي رئيس وزراء إسرائيل سأواصل صد الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من كتائب حماس، ونستعيد الأمن ونحقق النصر الكامل لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل. إسرائيل توعدت منذ بداية هجوم 7 أكتوبر بأن تلاحق قادة حماس السياسيين والعسكريين وتنهيهم إن كان داخل أو خارج قطاع غزة. فمن أبرز هؤلاء؟ أبرزهم مشاهدينا أيمن نوفل، عضو المجلس العسكري، قتل في 17 أكتوبر في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط القطاع. الثاني هو أيمن صيام، قائد المدفعية في كتائب القسام، قتل في 27 نوفمبر. وأحمد غندور، قائد لواء مشاة غزة، قتل خلال استهداف مجمع تحت الأرض كان يختبئ فيه قياديون بحماس. أيضا من القادة الذين اغتالتهم إسرائيل مراد أبو مراد، قائد الأنظمة الجوية في غزة، وعلي القاضي، قائد سرية في قوة كوماندوس تابعة لحماس، قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي للحركة. اغتالت إسرائيل أيضا حسن الأطرش، وهو مسؤول التجارة والتزود والإنتاج العسكري في كتائب القسام بغارة على رفح جنوبي غزة. أما خارج قطاع غزة، بمطلع يناير الماضي قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في غارة بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعملية وصفت بأنها نوعية ودقيقة جدا. أما مصير مروان عيسى رجل الظل،
وثالث أعلى قائد عسكري في حركة حماس يبقى مجهولاً بعد إعلان إسرائيل ضرب نفق تحت الأرض في مخيم النصيرات وسط غزة كان مروان عيسى موجوداً فيه، إلا أن حركة حماس لم تؤكد حتى الساعة مقتله، وليس هناك أي شيء يؤكد مصرع القائد في حماس. روان، تقديرات استخباراتية رجحت هنا بأنه بداية العام مقتل نحو 30% من عناصر حماس، يعني نتحدث بأن إسرائيل قتلت حوالي 30% من عناصر حركة حماس. هذا التقرير جاء وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لكن طبعا حتى الساعة الحركة لا تزال متمسكة بمزاعم أنها باقية. هنا الحديث للصحيفة، التفاصيل معك روان. نعم ليال، لكن على الجهة المقابلة يوضح مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنه على الرغم من تكبد حماس آلاف الضحايا إلا أن الحركة تنازع للبقاء على قيد الحياة. تفضل. عن أهداف حماس في الحرب على إسرائيل، فهي تنتهج مبدأ ليس عليك الفوز فقط، عليك ألا تخسر. هذا وفق ما قاله مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد 5 أشهر من القتال تقول الصحيفة فاينانشال تايمز حول وضعية حماس إن الحركة محطمة وقواتها مشتتة، لكنها تواصل الحرب وتحاول النجاة. حتى الآن إسرائيل لم تحقق بعد أهداف الحرب التي أعلنت عنها، القضاء على حماس تماما، وهو ما يمثل تحديا للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كرر تعهده بمحو الحركة، لكنه تمكن وفقا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية بتفكيك 18 كتيبة من 24 كتيبة تابعة لحماس وقتل نصف مقاتليها البالغ عددهم حسب الإسرائيليين 40,000 مقاتل، وتحول ما تبقى من مقاتلي حماس إلى خلايا تدير حرب عصابات وتخرج لإطلاق قذائف صاروخية أو زرع المتفجرات. واعترفت حماس بمقتل حوالي 6,000 من مقاتليها. الخسائر تلك التي تكبدتها حماس لن تكون هي العائق أمامها، بل الخلافات والاعتراضات في صفوفها على تفرد السنوار بالقرار وما يتعلق بوقف إطلاق النار هي العلامة على الوضع اليائس الذي وجدت حماس نفسها فيه. هذا بالطبع وفقا لتقييم فاينانشال تايمز. بالنسبة لما قاله الاحتلال، لم يؤكده الاحتلال. الاحتلال تارة يقول إنه مروان عيسى، وتارة أخرى يقول يشكك بذلك. ونحن من طرفنا الجهة المعتمدة في التعامل مع مثل هذه المعلومات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، وكتائب عز الدين القسام لم تعلن حتى الآن أي بيان أو أي معلومات عن هذه القضية، وبالتالي نحن نلتزم بما يعلنه كتائب عز الدين القسام. معنا مشاهدينا من رام الله الباحث السياسي الفلسطيني عصمت منصور للحديث عن حركة حماس. أستاذ عصمت، يعني سأبدأ من ما لا يعلمه المشاهدون بأن هناك صداقة شخصية ومعرفة شخصية بينك وبين يعني المطلوب رقم 2 اليوم للإسرائيليين، أتحدث عن السنوار. ما قلته بالتصريحات الأخيرة بأن السنوار يستحال أن يخرج أو مستحيل أن يخرج من قطاع غزة، ماذا يمكن أن نخبر المشاهدين عن هذه النقطة؟ تحياتي لكم وللمتابعين. يعني العلاقة بيني وبين السنوار بدأت في السجن وانتهت في السجن، نحن كنا زملاء سجن لفترة طويلة، وهناك تعرفت عليه. وأعتقد أنه في ظروف هذه الحرب ومن طبيعة شخصية السنوار أفترض أنه لن يترك غزة، من الصعب عليه أن يخرج خارج غزة. أولا لا يوجد مكان آمن يمكن أن يلجأ إليه، أي دولة يمكن أن يلجأ إليها ستتعرض لضغوط ويمكن أن تسلم، ولن يشعر أنه في وسط بيئته والأجواء التي يمكن أن يعمل فيها. أيضا هو أعد بنية تحتية، ليس هو شخصيا، حركة حماس لديها بنية تحتية تحت أرضية ضخمة جدا، العالم يقدرها ب 700 كيلومتر وعلى عمق عشرات الأمتار. وهذه البنية يعني تحت أرضية والشيء الذي يهيئوه لمثل هكذا ظروف هو يعني أفضل مكان يمكن أن يعمل فيه، بالإضافة إلى يعني كرامته الشخصية وسمعته كقائد لحركة حماس في غزة. أن يترك القطاع في ذروة أزمة إنسانية وهجوم، هذا سينعكس على معنويات الحركة وعلى قدرتها على الصمود والبقاء في غزة.
قلت بأنه قلق دائما أمنيا ولا يثق بأحد. يعني اليوم لديه طبعا حراسة أمنية مشددة، وهناك علاقة بينه وبين الفصائل الأخرى وبين القياديين الموجودين على الأرض. إذا كان هناك شكوك، كيف يحصن السنوار نفسه اليوم؟ أليس يعني من المحتمل أن يشي به هؤلاء بلحظة معينة؟ طبعا هذا الاحتمال يبقى وارد، وهو يعني فعلا لديه حس أمني عالي جدا. هو لا يثق إلا بدائرة ضيقة جدا ومغلقة قريبة منه، ويعني ربما أخيه مثلا وبعض أفراد القسام الذين يمكن أن يؤمنهم على مكانه أو أن يتواصل معهم. لاحظ أنه 6 شهور تقريبا الآن لم يخرج ولو لمرة واحدة للإعلام، لم يظهر بشكل علني ولن يظهر بتقديري، لأنه هو يعلم قدرات المخابرات الإسرائيلية، يعرف منظومة الأمن الإسرائيلية جيدا، يسمع ماذا يقول الإسرائيليين عنه، ولذلك هو يعني لن يثق بأحد. طريقة عمل السنوار حتى يعني في فترة السجن وما بعد ذلك، هناك الهيئات، سأعود وأسألك عن موضوع مفتوحة وعامة، نعم، عن موضوع بأنه يعرف عن الإسرائيليين أكثر مما يعرف الإسرائيليين عن أنفسهم، في إشارة إلى إصرار إسرائيل على ملاحقة قادة حماس في رفح. أشار أيضا لاقتراب، أتحدث هنا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أشار لاقتراب اقتحام رفح وقال بأن الجيش سيصل قريبا إلى كل مكان في قطاع غزة. دعنا نستمع إليه لو سمحت. لا يوجد مكان آمن للإرهابيين في غزة، وحتى أولئك الذين قد يعتقدون أننا تأخرنا سوف يرون قريبا أننا نستطيع الوصول إلى أي مكان، وسوف نقضي على حركة حماس. انطلاقا من تصريح وزير الدفاع، وانطلاقا من نقطة قلت بأن السنوار يعرف عن أمن إسرائيل وعن الإسرائيليين أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، كيف يمكن أن يتحصن قادة حماس اليوم في حال فعلا قامت إسرائيل بعملية رفح؟ أنا أعتقد أن السنوار وقادة حماس يتصرفون الآن على أنهم مطلوبون، يعني مطلوبين ويتخفون بشكل كامل، لا يمكن لهم أن يظهروا بشكل علني في أي مكان. هم يعلمون أن بقاء حماس وقدرتها على البقاء في غزة مرهون بشكل كبير ببقائهم. إذا تعرضوا للاعتقال أو للاغتيال، هذا سيؤثر على يعني قدرة حماس على إدارة القطاع، خاصة أنهم يعني اكتسبوا مكانة رمزية في الفترة الأخيرة، بالإضافة لإمساكهم بالخيوط بشكل مركزي، خاصة أن جزء كبير من القادة كما ذكرتم تم اغتيالهم والوصول إليهم. ماذا عن مروان عيسى؟ يعني بعد ما أعلنته إسرائيل، التلميحات الإسرائيلية أنها وصلت لمروان عيسى. ما ينقص إسرائيل هو تأكيد، هي لا تريد أن تتسرع، ولكن الاستهداف كان موجه، وهم كانوا على معلومات بينة وأكيدة أنه في هذا المكان، لكن بحكم أنه تحت الأرض ولا يوجد أدلة ينتظرون ويترقبون. لكن كل التلميحات وكل الإشارات، وحتى التي خرج بها جالنت نفسه ونتنياهو والحديث عن 2 و3 و4 الأرقام يعني القيادات في حماس، هو يلمح بشكل أو بآخر أنهم استطاعوا أن يصلوا إليه، ولكن كي يؤكدوا وكي لا يحدث أن يؤكدوا لسبب أو لآخر يكون قد خرج قبل ثواني أو نجا بشكل أو بآخر، لا يؤكدون هذا الأمر. لكن الافتراض الأساسي أنهم استطاعوا الوصول إليه، وأعتقد أنه هذا أيضا يعني فيه مؤشر على أن قدرة إسرائيل للوصول لمعلومات في زمن يعني حساس جدا، في ذروة معركة ولشخصية بهذه المركزية. وعلى فكرة يعني مروان عيسى مطارد قبل السنوار، ولديه خبرة في المطاردة والتخفي حتى أكثر وما قبل السنوار، وذلك هذا يعطي مؤشر أنه يعني ربما يكون له دلالات معنوية مهمة جدا سلبية على الواقع، وإعطاء صورة انتصار لنتنياهو وهو يبحث عن صورة من هذا النوع، خاصة أنه يتعرض الآن لانتقادات وهجوم من الولايات المتحدة ومن حلفائه، وأيضا داخليا يشكك الجميع في قدرته على تحقيق أهداف الحرب. شكرا لك من رام الله الباحث السياسي الفلسطيني عصمت منصور. مشاهدينا مستمرون معكم ولكن بعد الفاصل. هربا من ممارسات الحوثيين، الآلاف من صيادي الحديدة يفرون من البحر الأحمر. وردا على قرار مجلس النواب الأمريكي بحظر تيك توك، بكين تطالب واشنطن بتوفير بيئة تنافسية تجارية مناسبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فر الآلاف من صيادي مدينة الحديدة والساحل الغربي من البحر الأحمر
الذي كان يعد مصدر رزق وعيش هؤلاء بعدما حولوا جماعة الحوثي هذا الممر ممر حياة من ممر حياة إلى ممر موت. فلنتابع. صيادين من منطقة تهامة والشريط الساحلي الخوخة إلى الخوبة أتوا يبحثوا عنكم مثل عيش في مناطق الجنوب بسبب القرصنة الحوثية وسبب مشاكل الحوثي في الممر الدولي. الآن اضطروا أن نجي هنا. من الحديدة والبحر الأحمر ننتقل إلى مكان آخر، إلى مكان سيكون محط أنظار الإعلام الرسمي وكل الغرب غدا. أتحدث هنا عن الاستحقاق الرسمي الأهم لروسيا الذي سينطلق غدا، وستفتح مراكز الاقتراع الأبواب لمدة 3 أيام لانتخاب رئيس البلاد. في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ روسيا الانتخابي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الناخبين الروس للمشاركة الكثيفة في التصويت. اعتبر بوتين طبعا بأن أصوات الناخبين اليوم ستكون هي الحاسم الوحيد في تحديد مستقبل البلاد، خصوصا وأن مشاهدين اليوم روسيا بوضع غير مسبوق بالآونة الأخيرة وبتاريخ الحديث. غدا ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء البلاد، وسيبدأ التصويت لمدة 3 أيام لاختيار رئيس البلاد. أطلب منكم الحضور إلى الانتخابات والتعبير عن موقفكم المدني والوطني والتصويت لمرشحكم المختار من أجل مستقبل ناجح لروسيا. بطبيعة الحال الدعاية الانتخابية انتشرت بشكل كثيف بكافة أنحاء روسيا، آلاف الملصقات داعية إلى التصويت تحمل علامة V كتلك التي تستخدمها القوات الروسية طبعا بأوكرانيا وبحرب بأوكرانيا، وهو الشعار الأساسي اليوم لروسيا هناك، بالإضافة إلى شعارات ترفع الروح الوطنية لدى الروس. تصويت مشاهدينا سيشمل أيضا المناطق الأربعة يلي سيطر عليها الروس بأوكرانيا عام 2022. أتحدث هنا عن المناطق المعروفة والتي ضمتها روسيا مؤخرا، وتمكن الجنود الروس المنتشرون في أوكرانيا من الإدلاء بأصواتهم. الانتخابات الرئاسية ستجرى وموسكو تخوض حربا منذ عامين في أوكرانيا. محاسن، كيف يمكن يعني أن نشرح كيف كان أداء بوتين خلال الحملة الانتخابية، وماذا كشفت آخر استطلاعات الرأي عشية الانتخابات الرئاسية؟ بالفعل ليال، رغم انشغال بوتين بالحرب التي يصفها بالوجودية إلى أنه كان لديه الوقت الكافي للاهتمام بحملته الرئاسية من خلال إطلالات متنوعة، من خلال مقابلات مختلفة وزيارات ميدانية لافتة. إذن لا يختلف اثنان حول هوية الرئيس المقبل لروسيا، طبعا بوتين. ورغم ذلك قالت استطلاعات الرأي كلمتها وأكدت أن بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات، وأن نسبة التصويت ستتجاوز 70%. سنتحدث أكثر الآن عن حملة بوتين الانتخابية، فالرجل أصبح أقوى، وتحديدا بعد التقدم الروسي في أوكرانيا والاقتصاد الروسي جيد إلى حد ما رغم العقوبات الغربية الشديدة، ما يعزز شرعيته داخليا ودوليا. ولأن الدعاية الإعلامية مهمة، كثف سيد الكرملين ظهوره الإعلامي وأجرى مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون لأكثر من ساعتين على موقع أكس، وصفت بمقابلة القرن ونالت إعجاب الروس وأغضبت الغرب. أيضا قام بإطلالات جديدة من نوعها، منها رحلة مدتها 30 دقيقة على متن قاذفة استراتيجية فرد صوتية، وهي الأكبر في العالم تابعة لقوات الردع الروسية. هذه كانت لمحة عامة إذن ليال عن أبرز تحركات بوتين خلال حملته الانتخابية، مع ترقب لدور المرشحين المنافسين لبوتين وأيضا المعارضة إن وجدت. طبعا إن وجدت اليوم من الأشياء اللافتة في هذه الانتخابات محاسن بأنه لا وجود للمعارضة، رغم وجود 3 منافسين بوجه بوتين وهم أصلا داعمون لسياسات بوتين. أتحدث هنا عن الحرب في أوكرانيا. كان هناك مشاهدين بعض
المرشحين، ولكن تم استبعادهم بالمرحلة السابقة قبل أن يبقى هؤلاء الأسماء الثلاثة الذين سأتحدث عنهم الآن. أتحدث إذن عن ثلاثة مرشحين بوجه بوتين من بين الأسماء التي رشحتها الأحزاب الصديقة للكرملين والممثلة في البرلمان. المرشح الأول هو نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي، عمره 75 عاماً وهو الأكبر سناً بين المرشحين. سبق أن خاض الانتخابات ضد بوتين عام 2004 وحصل على المركز الثاني بفارق كبير عن القيصر. يتنافس أيضاً في الانتخابات الرئاسية المرشح الثاني هنا ليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، يبلغ من العمر 56 عاماً. أما المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية بوجه بوتين فهو فلاديسلاف دافانكوف، وهو نائب رئيس مجلس الدوما وعضو حزب الناس الجدد وعمره 40 عاماً. للحديث مشاهدينا عن الانتخابات الرئاسية الروسية ينضم إلي بالاستوديو الزميل عبد الجليل مسعي المختص في الشأن الروسي في الشبكة العربية. عبد الجليل، لعل اليوم يعني العنوان اللافت والذي سيخدم بوتين كثيرا هو إيقاظ القومية الروسية في الداخل بظل كل إجراءات الغرب التي عزلت الروس وروسيا. إلى أي مدى اليوم هذه الانتخابات، يعني ما العناوين الأساسية وما النتائج التي نتوقعها غدا؟ بالنسبة للنتائج، الأمر أصبح محسوما أكثر من أي وقت مضى، أكثر من أي انتخابات ماضية. مثلا انتخابات سنة 2018 بوتين قام بتنظيم تجمعين كبيرين قبل الانتخابات. صحيح. بوتين هذه المرة غائب تماما عن الحملة الانتخابية. هو الآن يقول لدواعي أمنية؟ لا، ليس لدواعي أمنية، ربما بل لأن روسيا في حرب ونحن في حرب مع قوى عظمى، مع الغرب الموحد، والأهم الآن هو التركيز على الحرب. لقد رأينا تقارير تتحدث عن بوتين في بعض الحالات مثل معركة أفديفكا قاد المعارك بشكل مباشر. نعم. بوتين الآن تحول خلع إلى قائد حرب. تحول إلى قائد حرب. الآن في نفس الوقت لاحظنا الخطابات الأخيرة قبل يومين وقبل أسبوع ربما، بوتين كانت موجهة إلى الروس في الداخل. بوتين لم يتحدث عن التهديد النووي، بوتين لم ينتقد ماكرون، بوتين تحدث عن دعم الأسر، عن تخفيف الضرائب. كانت هناك رسائل للداخل الروسي، لكن في النهاية بوتين حسب المصادر، حسب الروس يقولون بأنه أو حملة بوتين تحاول الحصول على 86% لتكون رسالة إلى الغرب بأن بوتين ليس وحيدا، ليس دكتور يحكم روسيا، الروس يدعمون بوتين وسيتركون يعني مجال ليقولوا بأن العملية ديمقراطية، وبالتالي هناك بعض الأصوات. بطبيعة الحال بوتين ربما لا يحتاج إلى وسائل غير ديمقراطية ليفوز. نعم. هذا المرة في هذه المنافسة الضعيفة. عبد الجليل، كل المؤشرات طبعا تذهب إلى أن بوتين لا أحد يستطيع منافسته، حتى أن المفكر الروسي مشاهدين ألكسندر دوغين اعتبر خلال لقاء مع العربية بأن أمر الانتخابات الرئاسية في البلاد عبارة عن إجراء إضافي لتعزيز حقيقة الشرع التي يحظى بها بوتين. دعنا نستمع وأعود إليك عبد الجليل. يمكننا القول إن هذه الانتخابات قد تمت لأن المرشح للمنصب مرشح واحد فقط، ما يعني أن الأمر لن يكون انتخابات بالمفهوم التقليدي وإنما أشبه باستفتاء لنيل الثقة. مجتمعنا متعاضد وهو على قلب رجل واحد في دعمه للرئيس فلاديمير بوتين، ولا مجال هنا لتدخل خارجي أو لمفاجآت مع أهمية الحدث، وإن كان عبارة عن إجراء شكلي لا يؤكد قانونية حكم الرئيس بوتين فحسب، وإنما يؤكد شرعية حكمه أيضا. التأكيد على شرعية بوتين وليس منافسة لبوتين، بالرغم من أنه دوغين انتقد بوتين ولو كان انتقاد مبطن، كان يعتبر بأن روسيا كان يجب أن تكون روسية وتعمل على بناء نفسها بعيدا عن الغرب، واعتبر أن بوتين وقع في فخ الدول الغربية عندما حاولت أن تقترب من روسيا على أساس بناء المجتمع الأوروبي الموحد. بوتين انتقد هذا، ولكن يبدو أنه سياسات بوتين الآن صارت تقترب أكثر في أفكار لأفكار دوغين وليف جاميلوف الذي تأثر به دوغين أيضا. عبد الجليل، اليوم كل الصحف الغربية فردت صفحات للحديث عن نون أجينست بوتين أيديا التي تعتبر نظرية نافالني، دعا فيها الناس للنزول لإغلاق مراكز الاقتراع عند الظهر وللتصويت بكثافة ضد بوتين.
هل ممكن لهذه النظرية اليوم أن تنجح؟ تعرفين بأن بوتين ربما ضمن فوزه قبل الوقت بسبب التعديلات الدستورية التي حصلت قبل 4 سنوات. النظام الانتخابي الآن في روسيا يتم أو الانتخابات تتم في لا تتم في يوم واحد، تتم في 3 أيام تقريبا، وأيضا عبر الانترنت وعن بعد أيضا بحجة مساعدة السكان الروس الذين يعيشون في المناطق البعيدة في سيبيريا في شمال روسيا، مناطق معزولة نوعا ما. هذا السبب ربما لن يجعل غلق المكاتب كافيا، لكن في آخر خطاب لنافالني من سجنه او من معتقل. سجن الاخير الذي مات فيه، اكد بان الحل هو الانتخاب او التصويت على اي مترشح اخر ضد بوتين لتخفيض نسبه فوز بوتين كحل اخير. صحيح، شكرا لك عبد الجليل، الزميل عبد الجليل مسعي المختص في الشان الروسي في شبكه العربيه. شكرا ليال. مشاهدينا أذهب الآن إلى الزميلة كاتيا طعمي في موسكو التي رصدت آراء الشارع الروسي حول سير الانتخابات ونتائجها، فلنتابع هذا التقرير ونعود. المشهد بين المرشحين 4 يبدو هادئاً. فلاديمير بوتين المرشح المستقل والأبرز بينهم دون وجود منافس له في روسيا، كما تحدث السكرتير الصحفي للكرملين منذ الخريف. سعى بوتين خلال حملته الانتخابية إلى تعزيز دوره في البلاد من خلال إطلاق عام العائلة في روسيا، ووضع برامج داعمة للاقتصاد والمجتمع في ظل العقوبات التي تواجهها موسكو. بحلول 6 مارس هذا العام نتوقع أن تكون نسبة إقبال الناخبين على التصويت 69.8%، والمؤشرات بالنسبة للمرشح فلاديمير بوتين بأن يحصل على 80.8% من التصويت. أما المرشحون 3 المنافسون لبوتين على عرش الكرملين هم نيكولاي خاريتونوف على الحزب الشيوعي، وهو أكبر المشاركين سناً ويترشح للمرة الثانية لمنصب الرئيس، وفلاديسلاف ديفانكوف المرشح الأصغر سناً عن حزب الشعب الجديد، يتضمن برنامجه الانتخابي 16 توجهاً لتطوير البلاد. أما المرشح الرابع عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ليانيد سلوسكي وصف بالممثل الثاني للقوة السياسية في الدوما. لست واثقة بأن شيئا سيتغير بعد الانتخابات، لكنني أريد أن أساهم ولو بجزء صغير، وسنرى فيما إذا كان سيأتي بنتيجة. سأشارك في التصويت عبر الإنترنت. سأشارك في التصويت بالذهاب إلى مركز الاختراع. سأصوت عبر الإنترنت. سأصوت عبر الإنترنت. صوتنا جميعا مع العائلة لصالح رئيسنا الحالي. لا أتوقع أن يكون هناك تغيير. لن يكون هناك تغيير كبير. ولأول مرة في تاريخ روسيا يستمر التصويت 3 أيام مع إمكانية التصويت عبر الإنترنت بهدف زيادة نسبة إقبال الناخبين. كاتيا طعمي، العربية، موسكو. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. Our intention is for TikTok to continue to operate, but not under the control of the Chinese Communist Party. We must protect our national security and help keep America's private data out of the hands of our foreign adversaries. إلى ملف تيك توك مشاهدينا، الذي لا تزال تبعات التصويت فيه بمجلس النواب الأمريكي على قانون حظره مستمرة. آخرها كانت احتجاجات المئات من صناع المحتوى أمام مبنى الكابيتل للاعتراض على القرار الذي قد يقضي على مصدر هام لدخل هؤلاء. طبعا منصة تيك توك لها أهمية اقتصادية كبرى بالولايات المتحدة، كونها حققت وحدة عائدات بقيمة 6 مليارات دولار العام الماضي. ويعتبر هنا المشرعون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس بايدن بأنه تيك توك تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد، علما بأنه نحو 170 مليون أمريكي يستخدمون تطبيق تيك توك حاليا، وللإشارة هنا مشاهدينا هو الأعلى عالميا. يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه بعدما قطع مجلس النواب، ولكن يبدو بأن أعضاء مجلس الشيوخ منقسمون بشأن هذا التشريع. الحرب على تيك توك في ظاهرها طبعا الولايات المتحدة تقول بأن الحجة هي تهديد الأمن القومي، ولكن بباطن هذه الحرب هناك مليارات الدولارات من الأرباح للشركة الصينية التي تنمو باستمرار. الحديث هنا لمراقبين اقتصاديين، طبعا الزميل حسين الطود من واشنطن والزميلة غيداء السالم من بكين رصدوا لنا ردود الفعل من العاصمتين حول هذا القرار، وعادوا بالتقرير التالي فلنتابعه.
بعد إقرار مجلس النواب تشريعاً قد يحظر تطبيق تيك توك، تتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يرجح أن يواجه معركة شاقة. فزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن المجلس سيراجع التشريع لكنه لم يلتزم بطرحه، ورغم أن البيت الأبيض حث المجلس على اتخاذ إجراء سريع بشأن التشريع، فإن السيناتور الجمهوري راند بول قد يصد أي محاولة للتسريع لأنه يعتبر ذلك غير دستوري. كذلك عارض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع القانون علناً بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، واقترحوا إجراءات لمعالجة مخاوف التأثير الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون استهداف تيك توك تحديداً. في المقابل أيد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر وكبير الجمهوريين فيها السيناتور ماركو روبيو التشريع، واصفين تيك توك بقوة هائلة للتأثير وتقسيم الأمريكيين. ننتقل الآن إلى بكين لنعرف الوضع هناك. نحن الآن أمام مقر شركة بايدانس المالكة لتطبيق تيك توك هنا في بكين. تيك توك يواجه حظراً مرتقباً في الولايات المتحدة، المنطقة الأكثر نشاطاً على التطبيق، بسبب اتهامات بالتجسس على مؤسسات أمريكية وأيضاً استغلال بيانات المستخدمين. تيك توك كرر نفيه لجميع الاتهامات، نفى بشكل قاطع مشاركة معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية. ورغم ذلك مشروع قرار الكونغرس بحظر التطبيق يجبر الشركة بايدانس هنا التخلي عن ملكيتها لتيك توك في غضون 6 أشهر أو القبول بحظرها في الولايات المتحدة وخسارة أكثر من 170 مليون مشترك أمريكي. ردت الشركة نافية ارتباطها ببكين، بمعنى أن جميع بيانات المستخدم مخزنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا، ليس في الصين. غير أن قادة الشركة أكدوا أن تيك توك يستعمل وحدة منفصلة عن شركة بايدانس هنا لحفظ معلومات المستخدمين في أمريكا. للحديث مشاهدينا عن الجانب الاقتصادي من الاستحواذ أو من حجب اليوم تيك توك، معنا الزميل حسام سابا محرر الشؤون الاقتصادية في الشبكة العربية. أهلا وسهلا بك. عندما نتحدث عن تطبيق إيراداته حوالي 6 مليارات دولار لا تقارن مع إيرادات التطبيقات الأخرى أو الشركات الأخرى، لماذا العين على تيك توك اليوم؟ صحيح كلامك ليال، ولكن في زمن قصير جدا استطاع تطبيق تيك توك سحب الكثير من عائدات الإعلانات عبر وسائل السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي من التطبيقات العملاقة كما ذكرتي، من تيك توك، من يوتيوب، من واتساب، من انستغرام، وحصل من أصل 72 مليار دولار هي العائدات في العام الماضي، حصل على 6 مليارات، 9%، مع أنه عدد مستخدمين 170 مليون مقارنة بمليارات المستخدمين 2.4 لإنستغرام، 2.7 مليار مستخدم ليوتيوب، فاستطاع الحصول على 9% من عائدات الإعلانات الدعايات أو الأدز في أمريكا. نعم، اليوم مطروح بأنه إما يتم حظره وإما يتم شراءه. الشراء بالمشكلة الأساسية بالتقارير الاقتصادية الأخيرة بأن صفقات الاندماج والاستحواذ محدودة بالولايات المتحدة، وهناك أيضا خبراء يتحدثوا بأن أي صفقة تتضمن أسهما ستترك حتما بايدانس كمستثمر مستمر في تيك توك، وهذا ما يتعارض مع موضوع الاستحواذ. كيف سيتم موضوع الاستحواذ؟ بالضبط اللي ذكرتيه تمام، بالإضافة إلى أنه السعر أو تقييم المقترح لتيك توك هو 100 مليار دولار، أعمالها في أمريكا ستكون بحدود 60 إلى 70 مليار دولار، نحتاج إلى مستثمر كبير جدا لكي يستطيع شراء هذه الحصة، أو ستكون بايدانس شريكا له كما ذكرتي. الشركات الكبرى التي تستطيع الشراء هي يعني ميتا المالكة لفيسبوك، ألفابيت المالكة لجوجل، أو حتى أبل. رح نواجه مرة تانية مشكلة الاحتكار. نعم. هل سيستطيعون تمرير قرار الشراء في الكونغرس؟ بالحديث عن الاحتكار حسام، الصين ردت على القرار بأنه تصرف قطاع طرق، وتحدثت هنا الصين بأنها لا تشكل خطرا أي تيك توك على الأمن القومي، وإنما الموضوع هو تنافس اقتصادي تجاري، لذلك طالبت بكين باحترام مبدأ المنافسة العادلة والسوق التجارية الحرة. فلنستمع لهذا التصريح.
يجب على الولايات المتحدة أن تحترم حقا مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وأن تتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير عادل، وتوفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة. وينبغي على الطرف المعني الالتزام الصارم بذلك بموجب القوانين واللوائح الصينية، وستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم. إذن الموضوع مشاهدينا يبدو من النظرة الصينية بأنه ليس خطرا على الأمن القومي الأمريكي، إنما الموضوع اقتصادي بحت. حسام، الموضوع اقتصادي بحت، هنا حتى يعني وكالة رويترز اليوم فندت القيمة السوقية لبايدنز بأن 223 مليار دولار، وهي 28% فقط من القيمة السوقية للشركات الكبيرة، أتحدث عن ميتا وغيرها. لماذا الاهتمام لهذه الدرجة؟ هل لأنه العائدات لليوم للأفراد هي أكبر؟ بالضبط، عائد قيمة الفرد بالنسبة لقيمة الشركة أو قيمة المستخدم بالنسبة لقيمة الشركة هي مرتفعة جدا لتطبيق تيك توك. تيك توك الفاليو أوف يوزر، قيمة المستخدم للشركة تقريبا 419 دولار لكل أي مساهمة كل يوزر كل مستخدم في قيمة الشركة. بالنسبة لتطبيق واتساب هي 44 دولار فقط. بالنسبة لتطبيق يوتيوب المنافس الأكبر لتيك توك هي 129 دولار، فهناك تفوق كبير في لصالح تيك توك. حسام، اليوم إذا تم حظر تيك توك ماذا يحصل؟ هل سيستطيع المستخدمين أن يبقوا يعني يستخدمونه، أم في حال طرأ أي تحديث لا يستطيعون؟ تمام، ال 170 مليون مستخدم يستطيعون الاستمرار في استخدام التطبيق، إلا لما يصير في أبديت أو تحديث ثاني للتطبيق لن يستطيعوا تنزيل هذا التحديث، لأن الابليكيشن لن يكون متوفر على أبل ستور على أبل ستور أو جوجل ستور. لكن المشكلة أنه لن يستطيعوا إضافة أي مستخدم جديد، يعني 170 حظلوا 170 ما راح يزيدوا، هذا حيشكل مشكلة للشركة وبالتالي هو ليس خير، وتراجع في العائدات أخيرا. شكرا لك حسام سابا الزميل في قسم الاقتصاد على وجودك معنا. مستمرون معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. الفيضانات والثلوج تودي بحياة 60 شخصا في أفغانستان. بكم من جديد مشاهدينا. حمى تعزيز القدرات العسكرية تجتاح الغرب من الولايات المتحدة إلى أوروبا. شركة MBDA الأوروبية لصناعة الصواريخ تلقت عددا قياسيا من الطلبات في عام 2023 تحديدا، مقارنة بسيطة تظهر حجم الارتفاع. فقيمة طلبات على شراء الأسلحة التي تلقتها الشركة العام الماضي قدر بعشرة مليارات دولار مقارنة مع 5.1 بعام 2021، وبالتالي هنا نتحدث عن ضعف الطلب على الأسلحة. طبعا قرابة 70% من هذه الطلبات مرتبطة بصواريخ دفاع جوي على غرار، أتحدث هنا عن ميسترل، كام وأستر وغيرها من الصواريخ. بالعودة إلى الولايات المتحدة مجدداً، ثمة استراتيجية أمريكية جديدة لإنتاج الصواريخ، خصوصاً بعد يعني كل النقص الذي حصل بحرب أوكرانيا. لكن هذه المرة مشاهدينا إنتاج الصواريخ هو خارج حدود الولايات المتحدة. لماذا؟ طبعاً هي الإجابة هي حرب أوكرانيا، حيث التطورات تضغط على الجميع هناك. شجاعة الأوكرانيين لا تنفد، إنما نفدت ذخيرتهم. معا لدينا القدرة على تزويد أوكرانيا بما تحتاجه، والآن نحن بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك. إذن مع استمرار الحرب العام الثالث تريد واشنطن شحن موارد لكييف لتعزيز الترسانة العسكرية، وهذا ما قاد واشنطن إلى قاعدة عسكرية أسترالية على مشارف سيدني. تخطط هنا واشنطن لتحويل هذه القاعدة لأول مصنع خارج الولايات المتحدة للمساعدة في صنع الصواريخ، أتحدث هنا عن الصواريخ الموجهة GMLRS. في ظل ما يدور طبعا مشاهدين حول هذه الاستراتيجية الأمريكية، برز اسم مبنى 215، فما علاقته بهذه الصواريخ؟ فلك سأنتقل إليك وتشرحين لنا ما علاقة هذا المبنى. نعم ليال، البحث عن التوسع في إنتاج الصواريخ حتى وإن كان على بعد آلاف الأميال من أمريكا،
كما نعلم أن الاستهلاك السريع في أوكرانيا والشرق الأوسط للصواريخ والقذائف أدى إلى إجهاد القاعدة الصناعية الأمريكية لتلبية وتجديد المخزونات المستنفدة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن المبنى المتواضع في قاعدة عسكرية أسترالية سيلعب دوراً مهماً في استراتيجية واشنطن لمواجهة الصين وروسيا. وبحسب الصحيفة فإن الخطط الأمريكية مخصصة لشركة لوكهيد مارتن التي ستقوم بشحن الأجزاء شبه المجمعة من الصواريخ من أمريكا إلى أستراليا، وهناك ستخضع للتجميع النهائي في خط إنتاج جديد في المبنى 215. ويهدف المشروع إلى تصنيع 3000 صاروخ من ذات الطراز سنويا، لكن هناك تحديات تواجه المشروع من بينها تأمين العمالة الماهرة مثلا. أكبر طائرة في العالم لتكثيف إنتاج الطاقة النظيفة تنوي شركة أمريكية صناعتها، لكن كيف وكيف ستقوم بذلك؟ تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع وسام الذهب. تماماً، إحدى الشركات الأمريكية ترغب في إحداث نقلة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة من خلال تصنيع أكبر طائرة في العالم. إذن الطاقة الهوائية في الولايات المتحدة قد تشهد ثورة حقيقية بفضل التصنيع المرتقب لأكبر طائرة في العالم. الأمر يتعلق بطائرة ويند رانر المصممة من شركة راديا المختصة في إنتاج الطاقة النظيفة. تصميم هذه الطائرة تطلب 7 سنوات من العمل، ومن المرتقب أن ترى النور بعد 4 سنوات، وعند اكتمالها ستكون أكبر طائرة من حيث الطول وحجم الشحن، ويبلغ طول الطائرة نحو 108 أمتار إذن، فيما يبلغ عرضها مع الأجنحة نحو 80 مترا. وستكون ويند رانر أطول بنحو 24 مترا من أكبر طائرة عسكرية حاليا، كما تستطيع نقل حمولة تصل سعتها إلى 80 طنا. الثورة التي ستحدثها هذه الطائرات العملاقة في مجال الطاقة النظيفة هي السماح بنقل التوربينات الضخمة للمروحيات الهوائية إلى أماكن هبوب الرياح القوية، ما سيسمح بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة. وتستطيع هذه الطائرة استيعاب شفرة واحدة كبيرة يصل طولها إلى 91 مترا. ويعد حمل شفرات توربينات الهواء العملاقة مستحيلا عبر البر، فالسكك الحديدية والشاحنات لا تستطيع تحمل حجمها ووزنها الكبيرين، كما أن نقلها عبر البحار يستلزم سفنا خاصة ومكلفة ومدة زمنية طويلة. إلى مكة المكرمة، حيث تشهد أروقة المسجد الحرام توافد الملايين من المعتمرين والزوار استعدادا لحضور صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان، كما تم تدشين الممر الواقع بين التوسعة السعودية الثالثة ومشروع المطاف لتسهيل حركة المعتمرين وتنظيم مسارات الدخول والخروج بما يحقق سلامة الحشود أثناء إقامة الصلوات. من مكة المكرمة معنا مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة، الإجراءات يعني بظل توافد المعتمرين وعشية الجمعة الأولى بشهر رمضان. أهلا وسهلا ليال، تحية طيبة من هنا، نقول لكم الصوت والصورة من الرواق السعودي، أكثر المناطق الواضحة إطلالة على صحن المطاف. تقريبا وصلت أعداد الزوار والمعتمرين المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى حوالي 3 ملايين زائر ومعتمر، هو رقم قياسي جدا، ومن المتوقع أن تزيد هذه الأعداد بالضعف خلال الأيام القادمة. نتحدث أن ذروة الزحام في هذا الأسبوع هي ستكون من مساء الليلة إلى مساء الغد، نظرا لوجود أيضا يوم الجمعة. تحدث أول عن جهود الأمنية، جهود أمنية كبيرة جدا في مسألة توزيع كثافات الازدحام عند البوابات. كانت هناك 5 بوابات مخصصة لدخول المعتمرين إلى صحن المطاف، لكن اليوم والنظر إلى الأعداد المليونية التي تأتي من قبل الزوار والمعتمرين تم فتح البوابات إلى 7 بوابات، البوابة الواحدة فيها مدخل ومخرج كي لا يتم الدخول بين الخارجين والداخلين إلى صحن المطاف، وذلك لضمان سلامتهم ودخولهم بشكل آمن. أما عن الجهود الخدمية، نتحدث اليوم على أن هناك الكثير من المترجمين عند كل بوابة.
العربة يتحدثون بأكثر من 137 لغة وأكثر من 10,000 حافظة لمياه زمزم موزعة على جنبات المسجد الحرام. المناطق المخصصة للصلاة ليال هي مناطق الساحات والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام وكذلك المطاف للدور الثاني والثالث والسطح. أما مطاف الدور الأول وصحن المطاف الرئيسي فهو مخصص فقط لأداء العمرة، وهي خطة استراتيجية أمنية وضعتها الجهات الأمنية والجهات الخدمية لهذا العام لضمان سلامة المعتبرين وسلامة دخولهم وخروجهم بشكل سليم. أما الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فقد أصدرت بياناً بمنع الافتراش وحمل الحقائب وإدخالها إلى صحن المطاف كي لا يتم هناك التداخل بين الزوار والمعتمرين وأيضاً الأشياء التي يحملونها داخل صحن المطاف. شكراً لك من مكة المكرمة مراسل عربية أسامة القاسم على هذه الرسالة. والآن مشاهدينا إلى أخبار الطقس مع الزميلة لميس إبراهيم. إليك لميس. شكرا ليال، أهلا بكم. لقي 60 شخصا على الأقل حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في أفغانستان بسبب تساقط الثلوج والأمطار، فسوء الأحوال الجوية تسبب في إلحاق أضرار بأكثر من 1600 منزل في أنحاء البلاد ونفوق أكثر من 100,000 رأس ماشية. فيما شهد إقليم هيرات في غرب البلاد هطول أمطار قوية أمس أدت إلى مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بعد انهيار سقف منزلهم. وفي أمريكا ضربت قطع هائلة من البرد أجزاء من ولايتي كانزاس وميزوري ما أدى إلى توقف حركة المرور، حيث حث خبراء الأرصاد الجوية السكان على البقاء في منازلهم، وأطلق على هذا البرد اسم برد الغوريلا بسبب حجمه الكبير جدا، ويمكن أن يحدث هذا البرد قدرا هائلا من الضرر وقد يكون ذلك قاتلا. هذا وواجه الأرجنتينيون أثر الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس بإعادة الإعمار، حيث دمرت الأمطار الغزيرة أسطح المنازل ودفعت السلطات إلى إعلان حالة تأهب برتقالية وإلغاء الرحلات الجوية، فيما خفضت منطقة العاصمة اليوم مستوى التحذير إلى اللون الأصفر محذرة من أضرار محتملة وتعطيل في أنشطة الحياة اليومية مع استمرار هطول الأمطار هناك. مشاهدينا إلى هنا أختم الساعة الأولى من العالم الليلة مع ليال الاختيار مع العناوين. نتنياهو يصر على اجتياح رفح والهدف إنهاء مهمة القضاء على بقية مقاتلي حماس. وسط تشكيك الغرب بجدية المنافسة بوتين يدخل الانتخابات الرئاسية في روسيا بشعار الفترة الصعبة. عيون الأمريكيين قبل الصينيين تتجه إلى مجلس الشيوخ لحسم حظر تيك توك من عدمه، وبكين تتوعد باتخاذ اللازم. طلب قياسي على الصواريخ في أوروبا والولايات المتحدة تلجأ إلى حليف يبعد عنها آلاف الكيلومترات. بعد قليل ألقاكم في الساعة الثانية من العالم الليلة، فابقوا معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.